أساليب التربية الغلط أنه بيبقى فيه تناقض بين رأي الأب والأم، فإزاي ما نقعش في المشكلة دي؟ أنه مثلا الأب قال كذا بس النوم ماما قالت كذا، فإزاي ما أقعش في الغلط ده؟ الولاد يقول لك ايه، if you want to get yes go to mama، if you want to get no go to بابا. بابا وبعدين يوقعوا بين بابا وماما، يعني هو هيبقى عارف مثلا بابا هيقول لا على حاجه فيروح لماما وياخد الموافقه، بعدين يروح يقول لماما قالت اه، ويحطهم كده في تحدي بينهم وبين بعض. طبعا كل ما الاب والام يكونوا في تفاهم بينهم وتوافق بينهم ده هيكون في المصلحه. طب وات اف ان طرف قال حاجه وانا مش موافق عليها؟ انا في رايي الشخصي لو الحاجه دي طبعا يعني مجرد اختلاف وجهات النظر، انا في رايي الشخصي ان انا اوافق عليها وبعدين اتكلم مع الام او اتكلم مع الطرف الاخر يعني وورك ات اوت، بحيث لو احنا هنغير الراي ده يبقى اللي خد القرار ده في الاول كان خد القرار ده الاب او الام هو اللي هو غيره، هو اللي يقول مش التاني. yeah. وممكن يرجعوا يعني تقول لا انا فكرت تاني في الموضوع ده، بس بقولش انا سالت بابا وبابا قال لا، ولا انا سالت ماما قالت لا، افكر تاني والحقيقه انا لقيت فيه سلبيات للقرار ده عشان كذا وكذا وكذا، واشرح للولد. برضه في حاجات احيانا كتيره تحصل ان يبقى في طرف هو اللي بيعطي الحب وطرف هو اللي بيدي الحزم والتاديب، يعني مثلا ايه الولد يعمل حاجه فامه تقول له طب لما يجي بابا انا هقول له، طب ليه لما يجي بابا؟ ما انت ام، انت ممكن تعملي يعني تقوم بالتاديب ده، وبعدين يجي بابا فماما تشحن الاب، ده عمل وسوى وعمل وسوى وعمل وسوى. الأب ممكن يكون راجع من الشغل مثلا متضايق تعبان فتنرفز فراح ابتدى يزعق في الولد، وبعد ما يزعق الولد قعد يبكي وكده، فما تخش طبطب عليه وتحضن تقول له معلش ما هو باباك اصله صعب وعصبي هي اللي هيجد التانية في الآخر. فهي محتاجة برضو يعني حكمة في التعامل. وبرضو يعني الطرف اللي بيتشحن ده محتاج ان هو ما يتشحنش بسهولة. يعني انا لاحظت مثلا في بعض الكنايس اول ما اوصل الكنيسة الاقي مثلا ثلاثة اربعة عمالين يقولوا لي بيحصل كذا وبيحصل كذا وبيحصل كذا، وهم عارفين الحاجات دي بتضايقني وانا مش عايز اشوفها في الكنيسة. فكنت الاقي نفسي ان انا ايه هبتدي انشأ يعني اتشحن كده وانفعل، وبعد كده ممكن لما اشوف الموضوع الاقي الموضوع مش بالطريقه اللي هم يعني بيشحنوني بيها كده. فراحت ابتدي اخلي باله ان لما اقعد اسمع حاجات زي كده حتى لو ابتدي انفعل من جوه ان انا اهدي نفسي في الاول، وبعدين اسال يعني الطرف الاخر طب هو ايه اللي حصل، وبناء عليه في الاخر الواحد يقدر يوصل. فحتى لو مثلا الام شحنت الاب او الاب شحن الام يجيب ابنه بعد ما يهدي كده انا عايز افهم ايه اللي حصل ويديله فرصه انه يتكلم ويقوده كده، ممكن انه يعتذر طب انا اسف انا عملت كده، ويحاول يصلح الموضوع بدل ما ياخد الشحنه ويروح مفرخها وتبقى الدنيا كلها مش علينا